بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهاد. في قرى من القرى كان في فلاح كان معاه حصان. الحصان ده كان قوي جدا، بس طبعا مع مرور الزمن الحصان ده بقى قوته بدأت تنزل، ما بقاش زي الأول وما بقاش يستحمل زي الأول. وفي يوم من الأيام الحصان ده وقع في بير، بس البير دي كانت جافة ما كانش فيها مية. فالفلاح فضل يفكر يا ترى يعمل إيه عشان يطلع الحصان ده من الحفرة دي أو من البير ده. قال طب ما أنا هطلعه ليه، هو كده كده كبر وملهوش لازمة معايا، يبقى مش هطلعه، عشان أطلعه لازم أجيب ناس وأجيب معدات وده هيكلفني فلوس. ففكر في فكرة، فكر إن هو يردم البير دي بالحصان زي ما هو كده، كده كده مش عايزه. فبدأ يجيب التراب ويردم بها الحفرة دي، فكل ما يجي الحصان أدرك إن هو أدرك الموضوع اللي بيحصل، فطبعا كل ما بيحط التراب فالحصان بينفض التراب ده عن جسمه. فضل كل ما يحط التراب الحصان هكذا نفس الوضع، يشيل التراب ده وينفضه من على جسمه لحد ما كل مادة بيرتفع شوية 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 لحد ما نط بره الحفرة دي أو بره البير دي. ده بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا إن إحنا ما نستسلمش للمشكلات اللي بنقع فيها أو العوائق اللي إحنا بنقع فيها. ليه؟ بالعكس، بص للمشكلة بحد ان انت يطلعك، بص ان انت هتلاقي لها حلول، بص ان انت ما خلاص ما تيأسش في مكانك، تستسلم للامر الواقع. ده حاجه مش كويسه. ده يعلمنا، ده النهارده بتكلم فيه ليه او يخص الحلقه في ايه. الحلقه دي خاصه سواء الفقره الاولى او الفقره الثانيه معايا فيها ناس بجد يعني شباب يحتذى بيه. الشباب دول بصوا لقدام ما يقسوش من اللي هم فيه، وقعوا في مشاكل كتير. النجاح طريقه كله مش سالك، مش هنكذب على بعض. انا عشان اوصل للنجاح مش هقف في مكاني ولا خلاص ده انا همشي دغري على طول فيه وهوصل للي انا عايزه. لا، لازم تقابلك مشاكل، لازم تقابلك عقبات، لازم تقابلك حاجات كتير. طب دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نبص للمشاكل دي نعديها، نلاقي لها حلول ونبص لهدفنا ونحاول نحققه. معايا النهارده شباب انا فخوره جدا ان هم معايا بجد، انا اتكلمت معاهم قبل الهوا وهم ما شاء الله عليهم يعني عندهم طاقه ايجابيه ان هم يحققوا حلمهم. عندهم حلم بيسعوا عليه، وقابلتهم مشاكل كتير، مش مشوا في اللي هم فيه او بيوصلوا للحاجه دي بسهوله، بالعكس قابلتهم مشاكل كتير. انا هفضل اتكلم كتير عليهم؟ لا، تعال نشوفهم هم يعرفوا نفسهم ونشوف موضوعهم ايه النهارده. السلام عليكم، نورتني يا عبد الله. ازيك يا محمود؟ ربنا يخليك يا ست الكل، مكرم اخلاقكم. عايزاكم كده تتعرفوا المشاهدين مين عبد الله مين محمود. عبد الله الفولي من المنيا الصعيد، عروس الصعيد. عروس الصعيد مركز مطاي، من قريه صغيره كده. منشد ومبتهل وقارئ قران وبقلد جميع الشيوخ على مستوى العالم، يعني في داخل الوطن العربي ومصريين قدماء طبعا. وانا من ساعه ما قابلتك اصلا بره على وانت فيك اصلا في عينيك كده في نظره تفاؤل لبكره، يعني ما شاء الله عليك، يعني حاجه كويسه جدا وحاجه ايجابيه عندك جدا. الحمد لله رب العالمين. نورتني يا عبد الله النهارده. محمود طبعا، ومحمود ما جواهوش الا الحزن دي كده بس. الحمد لله على كل شيء قبل اي شيء. نعرف بس محمود ايه؟ معرف الساده المشاهدين، معاكم على الهواء مباشره محمود فكري محمد علي من محافظه المنيا مركز بني مزار. الامره بتاعتي دي. تمام؟ في البدايه انا بحب اقول داخل علينا عيد الام كل سنه وهي كل ام مصريه طيبه قبل اي شيء. فالحاجه اللي انا اعملها ديت صرف نظر عن قصه واقعيه حصلت يعني في يوم من الايام، شخص ودى ابوه وامه الملجا ده بعد ما كتبوا لهم عزمه يعني كل اللي هم محتاجينه، بس لكن للاسف يعني اللي مراته تمشيه لا لوم ولا اعتاب عليه. نورتي محمود النهارده، ربنا يخليك. بس احنا قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا عايزه بس استاذ عبد الله نبدا بايات من القران كده، نبدا بيها حلقتنا. نقول لكم نبدا بالشيخ محمد صديق المنشاوي. القارئ الحزين. طبعا العالم كله عارف العرب والاسلام. اكيد طبعا، اكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
روح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. قل لي يا عبد الله، هو أكيد طبعا كل واحد فينا جواه موهبة طبعا. والبني ادم اللي هو بيمشي صح ان هو ينمي موهبته دي بيكتشف ذاته وبيحاول ان هو يطور من نفسه. اكيد طبعا. تمام، انت شفت الموهبه دي عندك من سن كام؟ والله انا خريج ازهر اصلا. تمام تمام يعني كمان دي ساعدتك على اللعب؟ انا طبعا. بس انا لحد ثالثه ثانوي الناس اللي كانت بتقول لي ده صوتك كويس، صوتك حلو كده يعني. والدي الله يرحمه كان بيشجعني كتير كتير، يقول صوتك كويس جدا. على طول تربينا في اسره يعني ما شاء الله. والدي طول ال 30 سنه اللي يعني اللي احنا عشناها معاه قران بعد الفجر على طول وردي ما شاء الله يعني لحد ما توفاه الله يعني. الناس في الشارع كانت بتقول صوتك كويس. كنا مثلا في رمضان بنعمل حركات ذكر مثلا كده، انت عارفه الصعيد برضو في رمضان. يعني انت هل انت اخذت بالك من مثل الموهبه دي عندك، ولا الناس هي اللي لفتت نظرك للحاجه دي؟ هي الناس لفتت نظري. وانا كنت عادي صوت طبيعي جدا يعني مش معقول اكون مميز مثلا. فناس كتيرة بتقول لي لا انت صوتك كويس جدا. فبدات اشتغل على كده، اشوف الدنيا في ايه، اشوف اسمع اصوات ناس كويسه مثلا عظماء القراء مثلا محمد صديق المنشاوي، عبد الباسط، عبد الصمد، يعني ما شاء الله العمالقه بتاع القراء في العالم كله. دورت الفكره في دماغي، كنت بخجل صراحه. في مسابقات بتبقى في المدرسة، احنا كم طبعا مدارس وكده بيبقى في مسابقات وحاجات زي كده، هل كنت بتشترك فيها او بتحاول ان انت تظهر موهبتك لحد؟ لحد ثالثة ثانوي انا كنت يعني بتكسب بطريقة رهيبة. بطريقة رهيبة. يعني اكتشفت الموضوع ان انا بقلد اصوات والكلام من دوت لما سافرت صراحة. سافرت فترة الأردن اشتغلت يعني كده، فكل اللي كان بيسمعني بره يقول لي صوتك رهيب، صوتك قوي جدا، نبرتك قويه جدا. هي الطاقه الايجابيه كمان من الناس بتدي دفع ان انا في البيت عامل اوضه كده مخصصه في البيت وحديها كده للقران. ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب. نرجع بقى لمحمود نور، ليه الحزن اللي دايما على طول كده من ساعه ما دخلت ليه؟ الحمد لله على كل شيء قبل اي شيء. فطبعا هنقول يعني الام والاب دي اكبر نعمه فعلا من ربنا بجد، وما يحسش بيها، ما تحسش بالنعمه الا لما تروح من ايديك. واتمنى من ربنا قبل شيء يعني ربنا يطول في عمر ابويا قبل اي شيء. ربنا يخلينا امهاتنا وابهاتنا. ربنا يخليك يا ست كلها. طب هنقول مثلا القصيده عن الام. شغال موسيقى. طيب اتفضل كده المايك، سمعني بما ان احنا داخلين بقى خلاص على عيد الام. تمام، كل سمعني سنه. سمعني بقى قصيده. اسمك يا خالق البشر، يا رازق العباد في كل مكان، والله جزء من بعض البشر في الدنيا مليهم لبعض أمان. ده الأخ في الدنيا علشان المال بيدوس على أخوه، والابن في الدنيا ممكن علشان مراته بينسى أمه وأبوه. غابت عن عين الغالية اللي كانت فاتحة للهنا سكتين، سكة يوم ما شفت الحزن فيها وسكة تصفى بدمعتين. ياللي غبت انا نفسي اشوفك وارسم حلمي يما واكتبه بحروفك، واحلمك وتكوني كعبه واجري حوالينك وطوفك. كانت تضربني زمان وكان وجعي بيكويني، كبرت يما وسالت نفسي كتير، ما هي لو ما ربتنيش هلاقي مين في الدنيا يربيني. من قلبي لكل انسان ابوه وامه جابوه الدنيا علشان يكون فرحه لعنيهم. أبوك أمك في الدنيا يا ابن الأصول جابوك الدنيا بعد ربنا علشان تكون ليهم، علشان قبل ما تكون في الدنيا لمراتك تكون ظهر وسند ليهم. في الدنيا صرفوا عليك دم قلبهم علشان في الدنيا تكون سند وضي لعنيهم، علشان يوم ما الكبر يذلهم وينسوا على العكاز، ما يمدوش إيديهم للناس وتبقى أنت وعيالك حواليهم، علشان يوم ما يحتاجوا للمية تكون أنت وأخوك المية اللي ترويهم.
علشان يوم ما يتعبوا ويحتاجوا للدواء تكون انت واخوك بعد ربنا الدواء اللي يشفيهم. اوعك في يوم من الايام تكسي مراتك ولا تفكرش تكسيهم. اوعك في يوم من الايام تجيب اللقمه لمراتك وفي لحظه تعزها عليهم. اوعك في يوم من الايام يغيرك المال وفي الدنيا تيجي عليهم. صدقني في الدنيا يا ابن الاصول مالكش حضن ذاتي بعديهم، ولا كنت جيت الدنيا وفرحت غير بعد ربنا وبعديهم. لان البيت عمره ما كانت حيطان على الارض واقفه، البيت ناس تكون عايشه جواه وفي الدنيا تكون على بعض خايفه. آسف يا أبويا لو في يوم من الأيام قصرت ولا حسيتش بيك، مع كل نظرة ضعف يابا شفتها أو حسيتها يوم عليك، كان نفسي في يوم من الأيام أشيلها عنك، ما أنت برضو في يوم من الأيام اترجتني من ربنا علشان أكون سندك وأكون ظلك. وحياة اللي زرته في بيته وصليت في الحرم ودعيته بعيد أو قريب مني يابا عمرك ما غبت يوم عن بالي. وحياة الدمعة اللي ياما مسحتها دايما من على خدي، وكنت دايما تقول لي يا ابني ده انت بكره اللي ظهري وعزوتي وراس مالي. رايح فين يابا وسايبني؟ ده انا شايفك بقلبي وعينيا في كل مكان، ما تسيبنيش في الدنيا وحدي، ده انا لسالي فيك احضان. رسالة لكل ام يلقب عليها مصرية: أمي ليست متوفية. شاكر جدا على حسن الاستماع. طبعا احسن حاجة الأم والأب واللي معاه، الأم والأب دول نعمة طبعا، يعني ربنا يبارك في كل أمهاتنا يا رب وآبائنا يا رب. بس أنا دايما يا محمود مش عارفة، أنا من ساعة ما شفتك كده ملاحظاك دايما في حزن دايما على طول، هو أنت مفيش قصايدك كلها حزن على طول؟ لا طبعا ماشي على رتم واحد ولا لا طبعا أنا كاتب الحزيني وكاتب الفريحين، بس أغلبية الحاجة اللي أنا بحبها الحزن، لان انا شايفها في واقع ناس كتير، يعني شايف يعني حاجات ما ينفعش ان الواحد يشوفها. انت القصائد دي انت بتكتبها انت لنفسك ولا في حد بيكتبها لك؟ لا يعني معظم الكلمات اللي انا كاتبها انا اللي كاتبها، فلو في شخص تاني مثلا سمعت له حاجه وعجبتني فلازم اتصل بيه والكلمات بتاعتك دي عجباني وانا نفسي ان انا اديها. وافق على الامر. انت وعبد الله اصحاب؟ اكتر من الاخوات يعني. تاخد راي عبد الله في اي حاجه انت مثلا بتكتبها او حاجه؟ طبعا ده اخويا وده شرف ليا قبل اي شيء، ولما بكون مثلا حاجه نفسي كده بعرضها عليه الاول. أيوة. يا صاحبي الامر 1 2 3 ف طب علي محمود انت القصايد دي بتكتب عامه كده ولا يعني مواقف معينه بتحصل معاك فهي اللي بتخليك ان انت بتديك الايحاء او الحاجه ان انت تكتب الحاجه دي مثلا حسب الموقف اللي بيحصل؟ حضرتك معظم اللي انا كاتبه هو اللي انا عايشه، يعني معظم اللي انا كاتبه يعني انا مريت بيه حقيقي. يعني انت القصايد اللي انت بتكتبها دي بتبقى انت مريت بيها احساس منك انت. فأنا حمد ربنا على الإحساس اللي جوايا ده، فطبعا الإحساس ده نعمة وحتى مذكورة في القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. تمام. طيب أرجع بقى لعبد الله، أنت كنت قلت لي إن أنت بتقلد قراء كتير مثلا، عايزاك تقلد لي بس هختار أنا بقى مش هتختار أنت. سعود الشريم مثلا. إيه؟ سعود الشريم ولا ماهر المعيقل؟ ماشي. سعود الشريم. أنت خلاص قلت لي ماهر المعيقل. تمام ماشي. أه المايك. طب هتمسح. ان شاء الله سعود الشريم دوت طبعا من ائمه الحرم المكي، ثالث اقوى واحد في الحرم بعد السديس وماهر المعيقل، او ممكن كان قبل ماهر المعيقل كمان. بسم الله. فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صراحة ربنا يعني انا عايزه اعادك النهارده معايا وتسمع لي الشيوخ كلهم. لا ما انت لسه جاي كتير، بس عايز اعرف انت ايه قصدك ابتهالات يعني ولا حاجه اسمعك اللي انت ابتهالات؟ يا ريت. طب سمعني حاجه. اسمع لمين؟ ايه شوف انت اختار بقى وسمعني. عايز حاجه كبيره مثلا، حاجه قصيره كده شويه. الشيخ نصر الدين طبور. تمام.
طبعا ده امبراطور الاصوات على مستوى العالم. صوت في الابتهالات حاجه فظيعه جدا. بس انا هقولها واقول اخر حاجه كده على طريقتي انا يعني. كنت تدي على عبد الحليم حافظ. كلها اصوات على فكره، حتى في ناس كانت بتاخد اصوات عشان تعرف تبدا ابتهالات والكلام ده وتسمع لام كلثوم. ليا سؤال اصلا ليك في موضوع التقليد ده، بس انا بعد ما تسمعني حاجه في الابتهالات هقول. سباحات لله في العرش الطيور تشبه الأنوار عطرا للزهور. سباحة لله في العرش الطيور تشبه الأنوار عطرا للزهور. الندى من صنع من الندى من صنع من وهو أيضا فمن فيض من الظاهر الله الظاهر الله والخافض الله 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 الله. والله بجد حاجه جميله وصوتك ما شاء الله عليه يعني. لا في كتير جدا. ربنا يزيدك يعني. طيب بص يا عبد الله، موضوع التقليد ان انا اقلد حد معين او حاجه معينه مش سهل. مش هيضحك ولا ايه لك يا الناس كلها بقى التقليد هو مش سهل. يكاد يكون مستحيل اصلا. طب انت عشان تقلد مثلا صوت مثلا شيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، انت بتعمل بتسمع له كتير بتحاول تجيب نبره صوته مثلا ولا ايه؟ لا انا التقليد اللي هو طبق الاصل دوت مستحيل. تمام. انا سمعت الشيخ عبد الباسط، ما اعرفش انا لقيت نفسي بقلد الشيخ عبد الباسط، بس في ناس كثيره قوي بتقلده بنسبه مثلا. في اللي بيقلده 30% 50% جدا بتبقى منه في مثلا على شويه. يعني مثلا ممكن مثلا لو بدات لك مثلا بقى مثلا كده مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ممكن بنفس الآية شيخ تاني مختلف تاني. كيف أنا يعني ناس كتير تقول لي أنت في حاجة غريبة مثلا، واحد عايز رتم مصر أهو وممكن رتم سعودي. طبعا أنا عايز أسمع صوت عبد الله مش تقليد بقى. أنا عايز أسمع صوت عبد الله مش بصوت حد، بصوته هو نفسه. ماشي بس مش دلوقتي. ليه كده؟ مش دلوقتي. انا سامعك مثلا اقول لك مثلا التقليد بيتجاب ازاي. مثلا انا قلت لك مثلا الشيخ عبد الباسط اهو مثلا بدايه سوره الطارق. ممكن اقلدها لك نفس الايات بصوت واحد ثاني مثلا. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. ده الشيخ محمد ايوب. مثلا في شيوخ تاني مثلا محمود علي البنا نفس الايات نفس الصوت مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ده رتم وحدي خالص، صوت وحدي خالص. طموحك توصل لفين يا عبد الله؟ ايه؟ انا طموحي اوصل، انا نفسي ابقى مبتهل او زي الشيخ عبد الباسط او زي كده يعني. طب ايه اللي انت بتعمله عشان توصل لكده؟
والله ما بعملش أكيد. اي حاجه. لا ازاي؟ والله ما بعملش يعني اي انت حاجة. عايز توصل مثلا لحاجه معينه واقف في مكانك؟ مش واقف في مكان، انا بحاول يعني، بحاول بشير على الفيسبوك، عامل قناه، بس طبعا انت عارفه اغلبيه الناس بتشاهد التيك توك والكلام من دوت. بس اسعى والله وهتكرم، ربنا هيكرمك يا رب، نتمنى ان شاء الله. ما شاء الله عليك. نرجع لمحمود. محمود، بما ان انت مش عايزه حزن، فبرضو انا كنت مصمم ان احنا نقول الحزن دايما النهارده، علشان برضو عندنا اهلنا في البلد في حاله كده، ما كنتش حابب، بس هنجرب. بس الاول قبل ما تسمعني حاجه، انا عايز اسال محمود سؤال. اتفضل يا حضرتك. انت طموحك يا محمود، اي واحد في الدنيا طموحه ان هو يوصل لحاجه معينه، تمام؟ عايز اعرف طموح محمود ان هو يوصل لايه؟ يعني انت بتكتب قصائد، تمام؟ وبتقول شعر، طيب طموحك توصل لفين؟ لقلوب الناس. طيب سمعني حاجه. دي اهم حاجه طبعا. تمام. يعني مثلا لحظه حب، يعني مش وارد ان احنا مثلا في يوم من الايام نعيش لحظه حب، مش عيب ولا حرام. انا عايزه بس ايه لما تمام. تقول القصيده بس علي صوتك شويه، احنا تحت امر حضرتك. اتفضل. هنقول مثلا حبيبتي، فلماذا كل الحزن هذا في عينيك وانت من بعد ربي تعلمين بان القلب والروح ما بين يديك؟ فان فارق الروح بامر الله الجسد، فشاهد وعالم ربي باني احبك دائما والى الابد. حبيبتي اسمعيني ورجاء صدقيني، ولو غلطت بحقك فبالله عليك تسامحيني. حبيبتي حواء، نعم انت يا انثى الغرام، فيا من باحضانك لم اشعر الا بكل الدفء والحنان، ويا من بنظرات عينيك لا يخرج من قلبي الا اجمل الكلام، وانا بين احضانك اشعر كانني طفل صغير، ادخل دنيا لم يدخلها احد غيري، اعشق نظرات عينيك، فعندما ياتي الليل انادي باسمك، يريد قلبي ان يتحدث مع نبضات همسك، وترقص النجوم على حروف اسمك. نعم انت ملكت نبض قلبي واحساسي، فهل تتقبلين انفاسي؟ فهل هذا هو حب الجنون؟ فرجاء حبيبتي كوني انت ليلى، ولسوف اكون لك انا العاشق المجنون. فاعلمي حبيبتي ان البحر من عينيك قد طغار منه شيطاني، واعلمي ان الحب قد قتل اناس، فاما حبك انت قد احياني. طبعا دي مش اخر الكلمات، بس ناسف عشان خاطر وقت البرنامج. شكرا. ماشي، بشكرك محمود جدا، بشكرك يا استاذ عبد الله. اتمنى ان شاء الله تشرفوني مره ثانيه باذن الله. نروح الفاصل نرجع. سعاده جدا، متشكرين لحضرتك. ربنا يخليك يا رب، نورتونا. ربنا يخليك. خلاص نروح الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.